في حق الشخص المتواضع. الشخصيات التي واكبت عملها نظرا أولا شخصيا في ممارستي لكل وظائفي، ولكن بالنسبة لي بالدرجة الأولى من ناحية الثقافية، فقد وضعت نفسي في مواجهة بعض التحديات، و طلبت من الله تبارك وتعالى أن يعطيني من الصحة والعافية ما يمكنني من خدمة وطني وملكي وكل مواطني بما أفاء الله علي من نعمه الوافرة. وأريد بهذه المناسبة أن أقدم كل الشكر والتقدير لهؤلاء الأخوات والإخوان الذين بادروا إلى جمعنا هذا المبارك. نتمنى من الله تبارك وتعالى أن يوفق كل المغاربة إن شاء الله في الرقي والتقدم وانتصارات بعد الانتصارات. طبعا اليوم بقاعة محاضرات المكتبة الوطنية للمملكة المغربية سيتم تكريم واحتفاء لشخصية رباطية على قدر كبير من الأهمية. هذه الشخصية التي ارتبطت بمدينة الرباط وارتبطت بالوطن وارتبطت أيضا بالمغرب ككل، إنها شخصية الأستاذ عبد الكريم بناني، الرجل المتواضع، الإنسان الخدوم، الرجل الذي أفنى حياته في خدمة المجتمع المدني، وبالنسبة لي أعتبره من رجال تأسيس ثقافة التطوع في المغرب. لماذا؟ لأنه انطلق جمعويا منذ طفولته الأولى ومنذ شبابه الأول، وظل منخرطا كذلك إلى أن أصبح رائدا في العمل الجمعوي عن طريق طبعا تأسيسه لعدد من الجمعيات الرباطية أو الجمعيات الوطنية أو الجمعيات الدولية. هذا الرجل الذي يعتبر شخصية استثنائية في مجموعة من الواجهات. لماذا؟ لأنه بالفعل إنسان استثنائي، فأنا أعتبره رجل دولة بهوية جمعوية. لم تصرفه مهامه الإدارية أن يرتبط بالعمل الجمعوي في جمعية رباط الفتح التي خدمها بتواضع وصمت ونكران ذات من أجل أن تكون واجهة جمعوية حضارية تضيء أو تشع أضواؤها على المغرب قاطبة. طبعا الحديث عن هذه الشخصية الوازنة حديث جوشدون، واليوم في شخص الدكتور محمد الفران مدير المكتبة الوطنية الذي رأى أن تحتفي به باعتبار الرباط عاصمة للثقافة العربية الإسلامية وعاصمة للثقافة الإفريقية أيضا. وهذا الاحتفاء سيتم من خلاله تقديم أولا فيلم مسجل عن بعض جوانب الأستاذ عبد الكريم بناني، وثانيا تقديم جوانب من بعض الشهادات التي سيتقدم بها صفوة من أصدقاء من رجال الثقافة من الأساتذة الذين طبعا عاصروا وعايشوا وجايلوا وارتبطوا بهذه الشخصية الوطنية الفذة. بالنسبة للحضور في هذا الحفل التكريمي وعربون الحاضرين والحاضرات لامتنان واعتراف
بشخصية وطنية فد كل من عرف سعد الكريم إلا ويقدر فيه دمتة أخلاقه ويقدر فيه سعة علمه ومعرفته وتواضعه، وطبعا قبل كل هذا وفي مصدر كل هذا وطنيته، فهو يعني أعطى واحد الشيء الكثير لا في الرياضة ولا في الثقافة ولا في العلاقات الإنسانية ولا في حماية تراث الهوية الوطنية، يشارك دائما من موقف ديال التجاوز ومن طرف ديال الإبداع، فحيثما وجد الإبداع وحيثما وجد الذكاء المغربي أو النبوغ المغربي إلا وتجد سعد الكريم إلى جانبه. أنا ممنون له كثيرا لا في قراءتي المستمرة لما أكتب، وكثيرا ما يعني يدللني بعباراته الطيبة والعميقة، وأيضا يوجه وينصح بدون أبوية مفتعلة ولا بدون أي تعالي. هذه شخصية يسعد الإنسان أنه يعرفها في حياته ويلتقيها ولو مرة واحدة.